التثبيت برضو دايما، لانه المنتخب بيبقى ليه قوام ولاعبين فاهمين افكار المدرب. انا هنا بتناقش معاك، مش بفرض لا وجهة لا نظري ولا انا كمان. يعني. يعني في الاخر انت كمنتخب عندك لاعبين فاهمين افكارك، فحتى لو ما بيلعبوش بانتظام او في غيرهم متوهج، ممكن تروح رايح للي فاهم افكارك، مش كده؟ حلو قوي. طب بس ها. ده لو انت بقالك فتره كبيره او عندك منهجيه، انا لو انا ممكن اجيبك بقى من البيت تلعب. انا لافوينتي هتيجي تقول انا بلعب. واحنا مش منتخب عنده منهجيه او الله ينور مدربه عليك. عنده منهجيه، فاكر دي الكابتن مش جوهري في سنه تقليل منه. 90 لما سالوه وانت رايح كاس العالم، هو انتوا ايه السيستم، ايه الهويه بتاعتكم؟ قال لك انا ما عرفتش ارد. مفيش. ايوه انت براجماتي، راجل براجماتي. انا هخش العب ايرلندا غير ما العب انا هولندا عندي تارجت غير ما العب عايز اوصل له، انجلترا. الله ينور عليك. انهي طريقه بقى والتارجت مالكمش دعوه. بتاعي في النتيجه، ماشي التارجت بتاعي في النتيجه، فافهموا حسام حسن علشان انتوا ترتاحوا يعني. طيب، نقول لكم سريعا جدا ان الدكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب اعلن ان اصابه محمد الشناوي اللي كان تعرض ليها في التحام مع اللاعب عمار اللي روغ دفاعات المنتخب وبعديها طولت منه فحاول يلحقها فخبط في راس محمد الشناوي، اصابته عباره عن جرح قطعي في الحاجب، ربط طبعا راسه والحمد لله اكمل المباراه سلامات يا شناوي. اما اصابه خالد صبحي اللي خرج مستبدلا وحل حمدي فتحي بديلا له، فاصابته عباره عن تمزق في عضلات الساق، سلامات يا خالد ومبروك مرة تانية المشاركة التانية ليك مع المنتخب الوطني. البعثة تصل إلى القاهرة صباح الأربعاء بمشيئة الله، بعد ما أعتقد أنها تحركت بالفعل قادمة من موريتانيا. من بداية الرحلة في مارس لحد النهاردة وإحنا بنحقق أول إنجاز ولو صغير هو التأهل للأمم الإفريقية، إيه أبرز الإيجابيات على مستوى الهجوم والدفاع وأبرز السلبيات على مستوى الهجوم والدفاع؟ بص عايز اقول لك على حاجه الاول. خلينا نتكلم في ايجابيات الكابتن حسام، ان هو جه في فتره قريبه يعني، جه في فتره صغيره قدر ان هو يلم شمل ناس كتيره قوي، فالمشاكل قليله مش كتيره جوه المنتخب يعني. ما تسمعش كلام بيحصل فيه مشاكل ده، لا الحمد لله. دي كمان لان المجموعه اللي موجوده هي مجموعه اغلبيتها كانت موجوده مع بعض فترات كبيره يعني. بعيدا عن مشكلة حجازي اللي أنا عندي رأي فيها بس مختلف هاخد يعني، رأيك فيها. ماشي خلاص، لكن المجموعة دي كانت بتلعب مع بعض يعني، تريزيجي وصلاح ومرموش ومصطفى بقالهم فترة كبيرة، مظبوط. بقالهم فترة كبيرة. اللي ما بينهم العلاقة اللي ما بينهم تقدر إن أنت تبني عليها بسهولة، وأي حد هيخش في وسطهم هيبقى بسهولة إن هم يندمج، هيندمج بسرعة. تمام. ماشي خلاص. فالقصة دي تمام. انت عندك خلي بالك برضو ان انت كابتن حسام لما دخل فاهم اتعامل شويه بذكاء، فاهم؟ انت اول ما دخلت على بطوله وديه كانت موجوده، بطوله صمم انه العاصمه يلعبها. الاداريه. تمام مفيش مشكله. كادت تلغى لكنه صمم انه اللي هي يلعبها. كانت موجوده في الامارات وبعد كده اتحولت جت مظبوط. هنا القاهره يعني. ماشي خلاص. فانت جيت رحت واخد اكبر مجموعه كانت موجوده من النادي الاهلي. طيب هو في ثلاث طرق كانوا بيقولوا زمان ان انت لو حبيت تبني منتخب تعملهم، هم ثلاثة مفيش غيرهم. ايه هم؟ الثلاثة الأولانية، فاكر الإيطاليين لما كانوا بيبقى اليوفي جامد قوي أو الميلان جامد فيجيب فياخد اليوفي كله. حلو أو سبعة ثمانية وأحط اتنين في وسطهم. تمام. فالنادي فكابتن حسام عمل إيه ساعتها؟ راح جايب تسعة من النادي الأهلي وراح لاعب كابتن وقدم. حسن شحاته كان بيعمل كده تقريبا. ماشي بس هي دي طريقة تمام، مثلا ادي من طريقة. الطرق. وكان دايما الروس كانوا يعملوا كده، برشلونة مع منتخب اسبانيا في وقت جوارديولا مظبوط كان بياخد نص الملعب كله، مظبوط. جافي وانيستا انيستا وبوسكيتس وتشافي وبويول و فاهم، وتحط فيهم في وسطهم اتنين تلاته خلاص وتلعب مظبوط. بنفس السيستم فانت شغال وماشي. كان سعد البوسكي هو اللي كان ماسك القصه يعني. مونديال فدي 2010. فدي دي واحده. او الثانيه انت بتختار فاهم مجموعه خلاص من الدوري بقى بتاعك، وانت بقى كان عندك فترات كبيره ومش، وده ما بقاش موجود دلوقتي. المجموعه الثالثه ان انت بتاخد مجموعه بتفضل تحافظ عليها وتطلع بيها لحد ما تطلع الفريق الاول. ايوه. ودي اتعملت في البرتغال، اتعملت في نيجيريا، اتعملت ان انت بتطلع مجموعه وتفضل في بلجيكا، اتعملت انت تفضل مطلع مجموعه زي كابتن مثلا حسن شحاته، عماد متعب والمجموعه بتاعته واحمد فتحي، وفضل يطلعهم كلهم علشان تعمل منتخب كويس ومنتخب متجانس وتقدر تلعب بهويه واحده. كابتن حسام حسن عمل كده في البدايات بتاعته، في بدايه البطوله وبعد بتاعت كده العاصمه الاداريه. بدأ بقى ايه هنشوف الحاله. طيب ياسر ابراهيم ما ينفعش جنب
لما عبد المنعم ما كانش موجود، فياسر ابراهيم ما ينفعش جنب رامي. ما رامي لا، فنرجع تاني طب نجيب حجازي، طب لا حجازي اصله بطيء شويه في دلوقتي في الترنات وفي سرعات، لا طيب نرجع تاني عبد المنعم، كان عبد المنعم اتصاب شويه وبعد كده رجع. فهي القصه ايه؟ هي رايحه ما بين كمل هيسألها، انا بجهز السؤال بس. الكلام ده ماشي اتفضل. خلاص. فهو اتعامل بذكاء، انا بحب القصه، انا بقعد كمان احلل الراجل ده بيشتغل ازاي، لان انا اصلا كمان بطلع راضي بنسبه قد ايه عن اللي اتقدم لغايه دلوقتي فنيا، مش كنتائج، نتائج حاجه ممتازه. لا دي فنيا لا لسه انا 50%. 50% ودي نسبه كويسه ولا اقل من الكويس؟ حاليا للوقت، للوقت اللي هو خده لا كويس. كويس ان انت برضو، لان انا فاهم ان هو هيلعب على النتيجه بس، لان النتيجه هتقويه وهتديله. تمام. بس فانت عارف ان انا هخش بعد كده الشغل بقلب جامد، فاقدر اعمل حاجات كتير. المقبله لينا بدايه التوقف الدولي اللي جاي في نوفمبر هتكون امام الراس الاخضر، هناك في الراس الاخضر اللي خسروا من بوتسوانا النهارده، مباراه تاليه نختتم بيها المشوار في القاهره بمواجهه بوتسوانا اللي كنا كسبناهم في ارضهم في الجوله قبل الماضيه. لكن عايز اروح معاك لنقطة حجازي بما انك قلت لي.